وأرحب في مجلسنا بالدكتور العزيز الصديق فيصل المقداد، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وأتمنى أن تكون استعادة سوريا لمقعدها مقدمة لإنهاء أزمتها ولاستعادتها لحيويتها وحضورها في العمل العربي. الجاري، ونقل الدعوة لسيادته السفير نايف. وحمل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية. تولي مسؤولياته متمنياً له الذي روع أبنائه وواجهه الموت والتشريد. وأقول هنا أن العرب لن يتركوا أخوانهم في السودان وحدهم، فنحن نواكب التطورات ونقدم كل الدعم الممكن. وقد شكل مجلسكم الموقر مجموعة اتصال لهذا الغرض في السابع من هذا الشهر، ورأينا جهدا كبيرا محموما متواصلا للوساطة قامت به المملكة العربية السعودية. معالي رئيس الدورة المجلس الجامع